مشعل للعهد الأمين الطل والسور الحصين والشعب قال مبايعين والشعب قال مبايعين. يعتبر سمو ولي العهد من مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979، ويعود له الفضل في إشهارها رسميا سنة 1980. التفاصيل بتكون بعد هذا التقرير. الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي منذ الإعلان عن تأسيسها عام 1979 ما تزال هالجمعية، والتي يرأسها فخريا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، تشغل مكانة جيدة محليا ودوليا. كذلك تقوم الجمعية بدورها في احتضان الشباب وهواة اللاسلكي ومواكبة أحدث التطورات المتعلقة في هذا المجال الحيوي. أرحب بضيفي الكريم وليد أبل، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سابقا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياكم الله، سعيدين جدا بالالتقاء فيكم. الله يسلمك إن شاء الله. احنا ودنا نسمع القصة، شلون سمو ولي العهد الشيخ مشعل دخل في هذا المجال، مجال اللاسلكي. طبعا قبل تأسيس الجمعية، نعم، يعني كانت الأمور غير منظمة بالكويت بالنسبة حق اللاسلكي، والسبب أنه ما كان في تنظيم من قبل يعني وزارة المواصلات آنذاك، ما كان فيها إدارة ترددات. نعم. يعني إحنا قاعد نتكلم الآن عن 1951، يعني بالسابق. نعم. كنا نتبع حتى يعني الممثل حق الكويت في الاتحاد الدولي للاتصالات كانت جمهورية الهند. نعم. يعني مثل ما كانت قبل عملتنا بالربية من سنة 51. من 51 كانت يعني تراخيص تشرف عليها الهند، ما كان في عندنا إدارة ترددات. نعم. الآن ما كان في اتصالات، يعني احنا مو بعصر يعني مثل الحين التليفون والموبايل والإنترنت. نعم. فوسائل الاتصال كانت شبه يعني مستحيلة. وبعدين انت لما تاخذ ترخيص حق محطة تحتاج إلى يعني شغلات يعني ما هي سهلة، يعني إنك تأخذ ترخيص تحط لك محطة إرسال أو شيء. فاحتاجوا الهواة هني إن ينظمون العملية هذه. نعم. أساس تكون له يعني لها تنظيم نقدر تكون رسمية ورسمية. نعم. ونقدر إحنا ندش ككويت ندش بالاتحاد الدولي للاتصالات اللي هو الانترناشنال تيليكومونيكيشن يونيون. فتتسجل الكويت بعلامة نداء خاصة فيها اللي هي 9K2. الآن نرجع حق البداية. 17 شخص قاموا بإشهار أو تأسيس جمعية وتقديمها إلى وزارة الشؤون. نعم. هذا البروسيجر اللي موجود كإشهار جمعية نفع عام أو للمجتمع المدني. فسمو ولي العهد الله يطول بعمره الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، إنه كان من أحد أبرز المؤسسين اللي موجودين في هذا المجال. كان عنده رؤية بأن هذه الهواية تخدم الشباب وتخدم الوطن للمستقبل، وحريص على الشباب أن يستغلون وقتهم. بالضبط. وبعدين الشيء المهم بالموضوع إنه كان عنده رؤية إن الشيء هذا يخدم في الكوارث الطبيعية، في الحروب. نعم. في الأمور يخدم الدولة. وفعلا اللي صار، احتجنا احنا إن نكون نستخدم اللاسلكي هذا، لأن الاتصالات انت عارف إنها تضرب في وقت ممكن الغزو بعد. اي. نعم. هذا. نعم. راح نتطرق له إن شاء الله.
ولكن بالتأسيس 16 شخص تقدموا بكتاب إلى وزارة الشؤون، والحمد لله خذت سنة واحدة يعني تأسست سنة 1979. نعم. ورأسا خذت سنة وأشهرت بقانون 140 سنة 1962 بشأن الجمعيات النفع العام. ينص هذا القرار أن يعين رؤساء فخريين من حق يعني عضو فخري. نعم. وعضو مجلس إدارة بعد تشكيل بعد الاجتماع والانتخابات تشكيل مجلس إدارة والأعضاء الجمعية العمومية. الآن اللائحة الداخلية عندنا عضو فخري. نعم. اللي هو سمو ولي العهد، وعندنا مجلس الإدارة، وعندنا عضو عامل اللي هو عضو الجمعية العمومية، وعندنا عضو منتسب اللي هم صغار احنا ناخذهم. فرؤية سموه يعني من 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 الثمانين كان يطمح ان هناك يعني هذه الهواية لابد ان تكبر. نعم. لابد ان ان يعني نهتم جيل هذا يعرفها، لان بالتالي الاتصالات كل شيء. صح. يعني حاليا انت يمكن عشنا الوضع قبل فتره ينقطع الانترنت ولا يصير هذا تقوم الدنيا. صح. صح ولا لا؟ صح. احنا كاتش اف دولي نقدر في الفيضانات في العواصف في الامور هذه نشغل اللاسلكي هذا ببطاريه سياره ونقدر نتواصل مع العالم. ممتاز كله. ممتاز، شيء جدا جميل. و سمو ولي العهد الشيخ مشعل يعني استمر يعني إلى الآن هو يعتبر الرئيس الفخري لهذه الجمعية. نعم نعم، هو الرئيس الفخري. نعم. وحنا يعني على تواصل معه، يعني آخر زيارة كانت لنا أثناء ما كان سموه في الحرس الوطني أيضا رحنا بزيارة حقه، وفعلا يعني يوصينا أن نحافظ على هذه المنشأة اللي تعبوا فيها وأسسوها، وكان يحثنا إن نساهم في المجتمع المدني ونستقطب الشباب. فيعني هذا الشيء اللي فعلا لحد الآن احنا قاعدين يعني مثل شيء احنا شايلينه برقبتنا ومتحملينه يعني، وهو مهتم فيه جدا لانه شاف بان له فائده كبيره خصوصا للشباب يستغلون وقتهم فيه. بالضبط. ايضا هذا مثل ممكن يكون توسع كبير مثل ما حدث في الغزو، استفدنا من هذه. بالضبط. الوسيله. بالضبط بالضبط، مثل ما صار في الغزو. وبعدين لاحظت انا بالتقرير بساعة في شهادات تقدير كثيره. نعم. فهذه يعني كانت من وين؟ وايضا بعضها كان موجه لسمو ولي العهد. طبعا هو كل مناسبة حقيقة. نعم. في كل مناسبة رؤساء أو أعضاء مجلس الإدارات شيء طبيعي أن يتواصلون ويا الرئيس الفخري للجمعية، سواء بالأعياد الوطنية أو في لا سمح الله في العزاء أو الأمور هذه. ففي تواصل، وهذا مجتمع الكويتي يعني مجتمع الكويتي يعني انت عارف يعني كلنا يعني بهالامور هذه متواصلين. نعم نعم. اذا عندك مثلا حادثه اخيره، كلمه اخيره حاب تضيفها. والله اللي احب اقوله ان يعني احنا تطرقت الى موضوع الغزو. نعم. للامانه الجمعيه يمكن انا اقول لك الجمعيه الوحيده اللي ما وقفت بالغزو. نعم. هي يمكن معنا جمعيات ثانية، ولكن الجمعية الكويتية اللي هو كلاسلكي في شهر 10. نعم. شهر 10/90 اجتمعوا في قصر المؤتمرات بجدة مجلس الإدارة اللي كانوا برا بالخارج. نعم. فاجتمعوا وطلع باجتماعهم إنه يعني يحطون محطة إرسال في القنصلية الكويتية في دبي أساس يتواصلون ويا اللي موجودين داخل الكويت. نعم. فاللاسلكي يعني يفيد في الكوارث في الحروب، وانت عارف يعني لا سمح الله بالحروب اول ما تضرب الاتصالات. نعم. عشان يقطعون الاتصال. نعم. اي فبالغزو احنا ما في يعني خلاص ما كان في يعني بس التليفونات الارضيه اشتغلت. نعم. بعض المناطق مع بعض المناطق وانتهت الامور. فكان الاعتماد الرسمي والاساسي بين الحكومه واللي موجودين داخل الكويت هو عن طريق اللاسلكي، والله يحفظ هذا البلد. آمين.
يحفظكم وإن شاء الله تحت ظل القيادة الحكيمة. آمين يا رب. شاكرين جدا وجودك معنا، وخصوصا يعني يمكن هذا موضوع ما حد تطرق له من قبل صراحة. صحيح. عن هواة اللاسلكي. كل الشكر لك. حياكم الله. تسلم. شكري. تسلم. الله شكري. يسلمك يا رب. كل الشكر للأستاذ وليد أبو الأمين سر الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي. خلكم معنا بعد الفاصل مع الختام. سمو الأمير وعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العبد المتين والناصح الأمين، وأن أكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه، الراعي لمصالحه، المحافظ على وحدته الوطنية، الساعي إلى رفعته وتقدمه، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة، الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين.